طبعا نعد 5 خانات في الجسر نفس هذه، ونحطها ونحط الجهة هذه، اما جهة الجدار هذه نقصها من هنا، بس من هنا نقص، بحيث هذا يكون تسند على الزاوية، تسند على هذه الزاوية، تكون هنا تسند عليها، وهي طبعا ينقص انها زايدة. واما هذه تكون في الجسر داخلة، تشوفونها داخلة، تخش نفس فتحة هذه، بعد 5 فتحات تدخل هنا. بجرب بسوي لكم واحدة وتشوف. طبعا جهة الجدار قصيناها زي ما شفتوا، والجهة الثانية خليناها عشان نحطها في الجسر. طبعا حطيناها، بس بوريكم فوق كيف تشكلها. طبعا هذا جهة الجدار كذا، طبعا جهة اللي هو الجسر كذا تكون داخلة موجودة كذا، كذا تكون داخلة في الجسر. طبعا الضلع الثاني او الثالث خلينا نقول بعد الجسر والضلع، هم ضلعين، فنفس الشيء في الجدار نقصه، والجهة الثانية نحطها هنا في الوسط، حابة تشوفونها في الوسط. طبعا صار عندنا مربع كامل قد اللي هو هذه المربعة، نفس الشيء حنركبها، يكون عملنا خلص. طبعا شوها ركبت خلاص، صار المربع تماما ممتاز، وكانت تكمل نفس الطريقة. شكرا لكم.